أولا وقبل كل شيء، السلام عليكم. أتوجه بالشكر الخاص إلى كل الأشقاء والأصدقاء والشعب الجزائري والفانز بصفة خاصة، اللي عاون بنتي وبنت الجزائر بلا شاب سهيلة في التصويت، وإن شاء الله راكم ديما معها، وهي إن شاء الله تشرفكم وتشرف الشعب الجزائري. سهيلة راهي طفلة عفوية، يعني تراقبش تصرفاتها، هي تتصرف بشكل طبيعي، والناس ممكن تشوفوا شيء مش طبيعي، ممكن تكون ضغوطات، ممكن تكون حوايج هكذايا. إن شاء الله إن شاء الله يعني رايحين، إذا كانت عندنا فرصة أننا نقدروا نقيدوها من عندنا، يعني نوجهوها توجيه، رانا إن شاء الله نبذلوا مجهود في هذا الشيء. المهم أي شيء خاص ولا عام ولا أي خبر يكون من عندي أو من عند سهيلة، راه يكون عيسى هو المسؤول في البث نتاعو، ما كانش واحد آخر يقدر يهضر على لساني. أي شيء نبلغكم به عن طريق عيسى. المهم نشكركم مرة ثانية، وشكرا لكم كامل العالم العربي والأوروبي والأشقاء والأصدقاء والمغاربة والتوانسة الليبيين الخليج العربي والشعب الجزائري، يعني بصفة خاصة، شكر جزيل.